دليل على ذلك هو الاعتداءات المستمرة على أراضينا وشعوبنا والتي لا تعرف معنى للقيم والأخلاق. رأيي العام، عجلة الأيام تدور والشهور والسنين تمضي، ومشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية يتجدد وشجرته تنمو وتكبر، وكلما سرنا خطوة للأمام ووضعنا حجرة تلو أخرى في بنائه. طبعا الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريدها تدين وتستنكر الهجمات التي تقوم بها الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا عامة، وبالأخص على شكل الخصوص في هذه الفترة الأخيرة منطقة زرقان التي تقوم بالانتهاكات والهجمات على المدنيين وتقوم بقتل الأطفال والمدنيين العزل. مناطق شمال وشرق سوريا هي أراضي سورية لا حق لأي دولة خارجية فيها، فهي تقوم بحجة إنها تحمي حدودها.